ما تنقص من عندك قاع نشفى وعلى بالك حكي ونسينا فيها تسمع خلينا في كان يا ما كان في كان يا ما كان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد هات الدنيا. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته، معكم حمد القرشي من قناة الراوي ستوريس، وفي قصة جديدة إن شاء الله هاد الليلة. القصة ديال اليوم اللي هي مختلفة شوية على القصص اللي دازوا عندنا في القناة. قصة اليوم شاب مغربي حراك كيف بزاف ديال الشباب ديال المغرب ديالنا اللي كيلتجؤوا لقة الهجرة الغير الشرعية، ظنا بهم أنهم غادي يلقوا واحد العيشة اللي حسن ما هما عايشين هنا في المغرب. فقصة الشاب ديالنا هاد الليلة كيروينا الأحداث ديالو اللي وقعوا معاه وهو في الطريق ديالو لأوروبا، الطريق اللي بحد ذاتها عامرة بالمخاطر، لكن يضاف عليها لحظات من الرعب والهلع، تهيؤات ورؤية أشياء مخيفة، وبالضبط في غابة سلوفينيا. تخيلوا معنا هاد الشاب كان مع الأصدقاء دياله وكان في تركيا، قرر أنه يدخل من تركيا إلى إسبانيا مشيا بالأقدام. فهاد القصة كانت مليئة بالرعب، الرعب أنهم يشدوهم البوليس في الطريق أو يخرجوا لهم الدياب أو الحلال في الغابات، زيادة على ذلك الرعب من خروج أرواح شريرة. وقبل ما ننسى، كان طلب لي واحد طلب أنه كيقول لكم انتم المستمعين الكرام، كيقول الأخ خويا الطلب ديالي هو بغيتك تسأل الناس كيفاش نقدر ننسى هاد القصة بالرغم من هاد المدة اللي دازت عليها، لكن هزلت كنفكر فيها بحال غير البارح وقعت معايا، وأنا غادي نشوف كل تعليق ديالكم. وشكرا لكم. فهادشي اللي كان، نتلاقاو بعد الفاصل. السلام عليكم خويا حمادة، بخير؟ هاني كلشي مزيان خويا. معك الولد اللي قال لك في الانستغرام عندي واحد البلان وقع لي في الغابه ديال سلوفينيا. يعني انا من دوك الناس اللي داروا الطريق من تركيا حتى اسبانيا على رجليهم. المهم عندي لك اخو واحد القصه انا غادي نقولها لك وسمعوا. كنتمنى من الله انها تدوز في القناه ديالك. لدرجه القصه خويا حمادة ما خبر حتى شي واحد، يعني انا وصحابي اللي كانوا معايا فقط، لان ما يمكنش، لان كل ما كناش احنا بربعة ما يعني انا فعلا كنت شحال مره كنت كنريسكي بوحدي، كنت كنخرج من البوسنة والهرسك وكنت كنريسكي بوحدي، وقعوا لي بزاف البلانات اللي انا كنبقى كنشك في راسي كنقول واش بصح، واش غير من لوستريس، واش غير من العياء، واش غير يعني انا ما داكشي ما ماشي هو هذا. كان وقعوا لي بزاف البلانات مع الجن وهادشي ديال، بصراحه ما انا من النوع اللي ما كيامنش بهادشي، ولكن شفت حوايج اخو حمادة اللي فريمون تاكدت بلي الجن كاين، والحمد لله ما عرفت واش كانت كتنفع على ديك الصلاه ولا مهم رضات الوالدين. مهم بزاف البلانات بحال هكا. صافي مشينا ليونان، مشيت عند صحابي تما ليونان لاكريس، خدمت تما واحد 6 شهور 7، جمعت شويه الصرف ثاني اوروكتا، صافي بانت لي خصني ندخل هنا اوروبا، ندخل لاسبانيا. صافي بقيت يعني من دوله لدوله، البانيا، مونتينيغرو، بوسنا والهرسك، كرواتيا، سلوفينيا، مهم كل شيء غيبر، يعني كل شيء رجل، ما كاينش ترانسبور، ما كاينش، يعني كتبقى تحرق من دوله لدوله. يعني تقريبا انا من تركيا حتى لاسبانيا تقريبا شي عام درتو في الطريق، يعني عام وانا غير في الطريق، يعني تصور انت دابا عام وانت في الطريق غير في الغابات وكذا، يا ما شفنا دوب، يا ما شفنا حلوف، يا ما، ولكن هادشي كامل لكم. واش اللي غنعاود لك دابا كوم اخر؟ اول حاجه
انا كنت في المغرب، راك عارف اخي حمادة، يعني بحال الشباب. الحمد لله انا كانت عندي خدمة، يعني دارنا الحمد لله ميسورين، وكانت عندي خدمة ديالي، الطوموبيل ديالي كنت كنبيعو 10 لا. ولكن صافي وصلت واحد الوقت، خاصة ان اخوتي كلهم عايشين في اسبانيا وفرنسا، صافي كان الحلم ديالي انني نطلع لهنا اسبانيا. صافي المغرب ما خا كنت خدام، وخا كنت صافي كنت كنشوف خصني نطلع. بقيت كنتسنى نعين فيزا، نجي فيزا نجي، صافي ما لقيتش واحد النهار لقيت راسي في تركيا. لقيت راسي في تركيا، من تركيا ريسكيت. المهم بصراحة ما عمرو وقعت لي شي قصة في تركيا ديال بحال هكا ديال الجن وكدا، وقول بزاف دراري صحابي، بيرو انا ما عمرو وقعت لي شي قصة من تركيا ليونان صراحة. كانوا بصح كانوا كيشدونا العسكر، كيحيدونا حوايجنا، يحيدونا تليفونات. المهم عذاب ديال بصح، عذاب شي عذاب، لاش نقولك شي عذاب اللي حاليا هادشي كنعاود لك عليه. دابا دازت عليه تقريبا اكثر من 3 سنين، ولكن عمرو ما غيتنسى. بالنسبه لي انا عمرو ما كيتنسى، يعني كتشوف راسك دوزنا واحد العذاب اللي ميمكنش. كنتي كتشوف الموت، يعني لدرجه شحال مره كتوصل بيا الموت، كنبقى حتى كنشاهد، صافي حتى كنشاهد كنقول صافي راه غادي نموت، ميمكنش. طحنا في ويدان، طحنا في بزاف البلايص اللي الموت هكا كتشوفها بعينك، ولكن الله كيحفظ. سي حمزة حمد اخويا بريمو شتتني في البكية صراحة. المهم قلت لك اخي حمد انا مشيت، يعني مشينا احنا بربعة صافي، هربنا الواحد، بقينا هيك كنجري وصاف، يعني مابقاش كيهمنا ديك الساعة. حنا بالعكس ولينا كنقلبوا على البوليس، ولينا كنقلبوا حنا بغينا عسكر، ولا بغينا شي واحد يجدنا. المهم بعدنا تقريبا واحد غتكون واحد 10 كيلومتر حركك باش بعدنا على ديك القرية. لقينا واحد بحال اوتيل، اوتيل هو قديم، هذاك اوتيل قديم، يعني حنا عرفناه بلي قديم. علاش؟ حيتاش التحت ديالو كاين ريستورانتي وكدا، وكراسي قدام، يعني هذاك الاوتيل يعني مهجور، فهمت؟ مهجور بزاف. قلنا اجي الله نلقاو فيه الضو لداخل، نشارجيو التليفون، واتفقنا باش نبقاو بربع، يعني خفنا، فهمتي؟ باقي فينا داك الخوف. هادشي اللي كنقول لك انا بنهار فريمو طلعنا لواحد الشرجم، هرسناه، دخلنا منو كاملين، دخلنا لداخل، لقينا لي بريز كدا، ولكن الضو ما كاينش. لقينا سميتو، لقينا دوك الكامات وكدا، حيت هو اصلا اوتيل قديم، كامات بصح قدام شويه. يعني قلنا للدراري شوف، قلنا صافي، يعني كل واحد يدخل نرتاحوا هنا. يعني قلنا هاد الوطيل هذا راه ما غادي يكون فيه حتى شي حاجه. والغريب في الامر اخي حمد، داك الوطيل حنا يعني قلبناه كامل، قلنا الله تكون فيه شي ماكله. تخيل معايا، لقينا فيه لي صومو العصير، لقينا فيه العصير يعني اللي فيه 2001، اللي فيه 1996، فهمتي؟ يعني لقينا عصير يعني وافي لواحد الدرجه كبيره، ومازالت مستف لي بلاكار وكذا. انا خفنا شويه صراحه، كنا يعني هذا راه اكثر من 20 عام وكذا، يعني ما فيش بنادم، ما فيه حتى شي حاجه. المهم فريم تصدمنا. انا تما غيوقع لي واحد البلان، اش نقول لك اخي عماده، واحد البلان اللي فريم صافي صافي، من تما وليت بحال اللي كنت عصب، وليت كنبقاش حيد. تخيل معايا خي عماد، كل واحد تلاح في بيت في كامرة. انا واحد الوقت يعني كتلقى يعني الشومبرا دلوطيل وحدها يعني فوتي، صافي يعني كل واحد فينا دخل البيت، تجبد في بيت. حنا كنا ما كنا صافي، قلنا بعدنا من ديك القرية وكذا، خابقي فينا شوية الخوف، ولكن داك العيا كان غالب علينا كثر، يعني العيا كان غالب علينا. المهم كل واحد جبت في الكامرة ديالو، صافي انا ما كذبش عليك اخي حمد، طحت صافي، اي تسخسخت بزاف، ديجا ما نعش بالليل، وداك المشكل اللي كان وقع لي طحش. واحد الوقيته فقس كنلقى صاحبي حميد حدايا، المغربي سميتو حميد، لقيتو عدي جالس في جالس في الكاس سميتو جالس في المصطلح جالس في الفوتاي، وحميد كيكمي، هو الوحيد اللي كان كيكمي فينا. انا درت معاه شوتي بحال هكا، يعني مسكي حط راسو وحال عيني وكيشوف السقف الفوق. قلت له حميد مالك؟ قلت له ما تقطعش يا مسخوط. ما جاوبنيش. قلت له حميد مالك يا صاحبي؟ قلت له ما تقطعش وكذا، وهذه غير صبر اخويا وهذا، وكان كيكمي بزاف يعني مدمن، حتى هو تقاد لي الكارو شويه وين خرج.
خرج. انا قلت هذا مالو ياك ما وقع له شي حاجه ولا ياك مدابز مع شي واحد في الدراري التوانسه. انا عارف دوك التوانسه اللي سميتو اني قباح يقدروا ياذيوه ولا مشيت حركة بغيت نزل. عرفتي شنو اخي حامد اشنو لقيت؟ لقيت حامد نعس في بلاصتو، نعس في البيت اللي خليته فيه. فيقته قلت له هكذا فاق مخلوع، قال لي مالك؟ قلت له صاحبي قبيله جيتي عندي وكذا وسميتو سميتو هاكين وهاكين. قال لي لا ما جيتش عندك. قلت له شنو؟ قلت له حميد، قلت له راك جيتي عندي شدتني البكيه. قلت له حميد، قلت له راك جيتي عندي يا صاحبي هاكين وهاكين. قال لي والله ما قلت لي انا ناعس صاحبي كيف جيتي عندك؟ اشنو قلت انا يا حميد؟ حتى هو في اشكالك واخا بالرغم ان كان واقع عندكم مشاكل ولكن ديما كوميك ديما كيبقى يضحك. قلت له دابا بلا ما دير معايا هاد البلان هذا صاحبي. قلت له شوف حميد راه تنهضر معاك دابا بالرجوله، راه والله الا جيتي عندي راه هاكين وهاكين وكذا وكذا، بلا ما دير معايا دوك البلانات ديالك كذا شكون عيك قول لي شنو كاين صاحبي صافي فريمو. يعني كان شفت هضرته بلي راه سيريو ما كيضحكش. قلت له شوف، قلت له دابا انا غنخرج من هاد الحبس هذا. فيق الدراري قلت لهم الدراري ما تيقونيش. قال لي لا صاحبي. قلت لهم شوف، قلت لهم انا والله حتى غنمشي، قلت لهم باش تبقاو هنا يجلسوا ما عنديش مشكل. صافي ملي شافوني غنمشي خرجنا وغادي وكنحلف ليهم ما عرفتش واش تيقوني ولا ما تيقونيش ولا قالوا انا غير عملت انا ما سبحتش اصلا. انا في الاول هذاك الوطيل كنت قلت لهم صافي يلا نمشيو منه، يعني قالوا هذا راه غير خاف وكذا ما عرفتش. المهم من بعد ملي غنرجعوا للبوصله وغادي نقلبوا على ديك البلاصه اللي كنا فيها وكذا غنفهموا بزاف الحوايج. المهم صافي انا وكذا الشركه بقينا غادي يعني صنع ضربنا شي واحد 30 كيلومتر ولا 40 كيلومتر حتى كيبان لنا شي ضوء ديال الطوموبيلات. صافي عرفنا كاين اوتوروت تما. صافي قلنا ما قلنا خصنا نمشيو، قلنا خصنا نمشيو لديك الاوتوروت. ما كذبش عليك اخي حامد وحنا غاديين واش غنعاود لك بزاف تسنا من الشوك لقينا واد يعني. المهم تكرفصنا واحد المهم تقريبا علينا من نشوفو الضو كانت مازال لي واحد 10 كيلومتر. المهم تكرفصنا ديال بصح يعني غير ديك 10 كيلومتر بقينا غاديين غير وسط الاراضي وكل الارض اللي كتلقاها يعني فازقه. المهم تكرفصنا ديال بصح صافي بحال اللي قلتي كان عندنا واحد النور واحد الهدف ديك الطريق. دوك الطوموبيلات حنا كانوا كيبان لنا بحال اللي بحال شي حاجه يعني بحال جنة بحال شي خصنا نوصلو تما. صافي بقينا غاديين 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 حتى وصلنا لتما. وصلنا لديك لوطور صافي مع وصلنا لوطور حنا نعسو حتى الطريق. صافي نعسنا حتى الطريق ما بحال اللي حسينا بواحد الامان. تخيل معايا حماده في لوطوروش وفي الجهه الثالثه يعني في المسار الثالث يعني في الخارجه ديك بيس يعني كنا معرضين للخطر. اي واحد يقدر يدوز علينا بكاميونات يقدر، ولكن صافي حنا ما كانش كيهمنا صافي. نحن في ذلك الوقت الموت ما كتبقاش تديها فيها، ما كتبقاش تخاف منها اصلا. مهم اخي حمادة صافي بقاو كيدوزو الطوموبيلات كيعيطو للبوليس كيعيطو للبوليس تقريبا واحد المدة ديال تلت ساعة. وي جاو عندنا البوليس ما بوليس ديال سلوفينيا وقفوا علينا كدا شنو كديرو هنايا وهادي وهادي. صافي شدونا داونا البوليس داونا عندهم تما عاوتاني تكرفيس وكدا وقلبوك يحيدولك حوايج. المهم بزاف ديال البلانز ولكن داكشي حنا صافي كنا موالفينو. صافي عاوتاني نفس الفيلم كيشدوك تاني كيرجعوك لكرواتيا. كرواتيا عاوتاني كترجعك للبوسنة. المهم رجعنا للبوسنة مسخسخين مشينا دوشنا عاوتاني كيف العادة تسرحنا شوية نعسنا. في العشية خرجنا للقهوة عاوتاني في البوسنة في واحد الفيلاج. باش نقول لك البوسنة هي الدولة الوحيدة اللي كانت ما كترجعش اللاجئين، يعني كنتي كتدخل لها العاصمة ديالها ما كيعاودوش يرجعوك. المهم صافي حنا مشينا بقينا كنقلبوا علاش حنا دابا ديك البلاصة اللي كانوا شدونا فيها البوليس عرفنا سميتها. المهم مشينا لذاك الفيلاج اللي شدونا فيه البوليس دخلنا الجي بي اس وبقينا كنرجعوا مع ديك الطريق اللي مشينا منها حتى رجعنا لديك القريه. المهم ديك القريه هكذا كتبنا سميتها هكذا في اليوتيوب وكذا وبقينا كنكتبنا ديك السمي ديك القريه تما وشنو كان وقع تما. يعني كانت هذيك القريه كانت في ايام الحرب، ديك الحرب اللي كانت بين كرواتيا وبوسنا يعني كاع دوك الدول روسيا صربيا مونتينيغرو.
صافي بحال اللي قلتي ديك الحرب اصلا، حنا فاش كنا تما كنا لاحظنا القرطاس في مضروب في الحال، فهمت يعني؟ ما من بعد بقينا كنسقسيو، سقسينا واحد الامام تما في البوسنه، مع البوسنه يعني كلهم مسلمين وكل اللي كيهضر العربيه، وداك الامام كنا سقسينا كنا راه شنو وقع لينا وشنو وقع لينا، قال ما بقى كيعاود بزاف القصص باللي راه كانوا كيهجموا هكا على قريه كيقتلوها كي. المهم هذه هي القصه ديالي اخي حماده. سي حماده اخويا بريمو شتيتني في البكية صراحه. المهم قلت لك اخي حماده انا مشيت يعني مشينا بربعه صافي، هربنا لواحد بقينا هيك كنجري وصافي يعني، ما بقاش كيهمنا ديك الساعه، بالعكس ولينا كنقلبوا على البوليس، ولينا كنقلبوا حنا بغينا عسكر ولا بغينا شي واحد يجدنا. المهم بعدنا تقريبا واحد غتكون واحد 10 كيلومتر بحال هكاك باش بعدنا على ديك القريه، لقينا واحد بحال اوتيل هو قديم، هذاك اوتيل قديم يعني حنا عرفناه بلي قديم، علاش؟ حيتاش التحت ديالو كاين ريستورانتي وكذا وكراسي قدام، يعني هذاك الاوتيل يعني مهجور، فهمت؟ مهجور بزاف. قلنا اجي الله نلقاو فيه الضو لداخل، نشارجيو التليفون، واتفقنا باش نبقاو بربعه يعني هي خفنا، فهمتي؟ باقي فينا داك الخوف. هادشي اللي كنقول لك انا بنهار فريمون طلعنا لواحد الشرجم هرسناه، دخلنا منه كاملين، دخلنا لداخل لقينا لي بريز كدا، ولكن الضو ما كاينش، لقينا سميجو لقينا دوك الكامات وكدا، حيت هو اصلا اوتيل قديم، كامات بصح قدام شويه يعني، قلنا للدراري شوف قلنا صافي يعني كل واحد يدخل نرتاحوا هنا يعني، قلنا هاد لوطيل هذا راه ما غادي يكون فيه حتى شي حاجه. والغريب في الامر اخي حمد داك لوطيل حنا يعني قلبناه كامل، قلنا الله تكون فيه شي ماكله، تخيل معايا لقينا فيه لي صومو العصير، لقينا فيه العصير يعني اللي فيه 2001 اللي فيه 1996، فهمتي يعني؟ لقينا عصير يعني هو في واحد الدرجه كبيره ومازالت ما مستفلي بلاكار وكذا. انا خفنا شويه صراحه، كنا يعني هذا راه اكثر من 20 عام وكذا يعني، ما فيش بنادم، ما فيه حتى شي حاجه. المهم فريم تصدمنا. انا تما غيوقع لي واحد البلان، اش نقول لك اخي عماده، واحد البلان لي فريم صافي صافي، من تما وليت بحال اللي كنتعصب، وليت كنبقاش حيد تخيل معايا خي عمدة، كل واحد تلاح في بيت في كامة. انا واحد الوقت يعني كتلقى يعني الشومبرا دلوطيل وحدها يعني فوتي صافي، يعني كل واحد فينا دخل البيت تجبد في بيت. حنا كنا صافي قلنا بعدنا من ديك القرية وكذا، خا بقى فينا شوية الخوف، لكن داك العيا كان غالب علينا كثر يعني، العيا كان غالب علينا. المهم كل واحد جبت في الكامرا ديالو صافي، انا ما كذبش عليك اخي حماد طحت صافي، اي تسخسخت بزاف ديجا ما نعش بالليل وداك المشكل اللي كان وقع لي طحت. واحد الوقيته فقس كنلقى صاحبي حميد حدايا، المغربي سميتو حميد، لقيتو عادي جالس في الفوتاي، وحميد كيكمي، هو الوحيد اللي كان كيكمي فينا. انا درت معاه شوتي بحال هكا يعني، بس كيحط راسو وحال عيني وكيشوف السقف الفوق. قلت له حميد مالك؟ قلت له ما تقطعش يا مسخوط، ما جاوبنيش. قلت له حميد مالك يا صاحبي؟ قلت له ما تقطعش وكذا، وهذه غير صبر اخويا وكذا، وكان كيكمي بزاف يعني مدمن، حتى هو تقاد ليه الكارو شويه وين تخرج خرج. انا قلت هذا مالو ياك، ما وقع له شي حاجه ولا ياك مدابز مع شي واحد في الدراري التوانسه، انا عارف دوك التوانسه اللي سميتو يعني قباح يقدروا ياذيوه ولا. مشيت بحال هكا بغيت نزل، عرفتي شنو اخي حميد شنو لقيت؟ لقيت حميد ناعس في بلاصتو، ناعس في البيت اللي خليته فيه، فيقته قلت له هكذا فاق مخلوع، قال لي مالك؟ قلت له صاحبي قبيله جيتي عندي وكذا وسميتو هاكين وهاكين، قال لي لا ما جيتش عندك. قلت له شنو؟ قلت له حميد، قلت له راك جيتي عندي شدتني البكية.
قلت له حميد، قلت له راك جيتي عندي يا صاحبي هاكين وهاكين. قال لي والله ما كي انا ناعس صاحبي، كيف جيتي عندك؟ اشنو قلت انا يا حميد؟ حتى هو في اشكالك، واخا بالرغم ان كان واقع عندك مشاكل ولكن ديما كوميك، ديما كيبقى يضحك. قلت له دابا بلا ما دير معايا هذا البلان هذا صاحبي، قلت له شوف حميد راه تنهضر معاك دابا بالرجوله، راه والله الا جيتي عندي راه هاكين وهاكين وكذا وكذا، بلا ما دير معايا ذوك البلانات ديال كذا، شوف انا قول لي شنو كاين صاحبي صافي فريمون. يعني كان شفت هضرته بلي راه سيريو ما كيضحكش. قلت له شوف، قلت له دابا انا غنخرج من هاد الحبس هذا فيق الدراري. قلت لي الدراري ما تيقونيش. قال لي لا صاحبي. قلت لهم شوف، قلت لهم انا والله حتى غنمشي، قلت لهم باش بقاو هنا يجلسوا ما عنديش مشكل صافي، ملي شافوني غنمشي. خرجنا وغادي وكنحلف ليهم ما عرفتش واش تيقوني ولا ما تيقونيش، ولا قالوا انا غير عملت انا ما سبحتش اصلا. انا في الاول هذاك الوطيل كنت قلت لهم صافي يلا نمشيو منه، يعني قالوا هذا راه يخاف وكذا ما عرفتش. المهم من بعد ملي غنرجعوا للبوصله وغادي نقلبوا على ديك البلاصه اللي كنا فيها وكذا، عاد غنفهموا بزاف الحوايج. المهم صافي انا وكذا الشركة بقينا غادي يعني صنع ضربنا شي واحد 30 كيلومتر ولا 40 كيلومتر حتى كيبان لنا شي ضوء ديال الطوموبيلات. صافي عرفنا كاين اوتورو تما صافي. قلنا ما كنا خصنا نمشيو، كنا خصنا نمشيو لديك الاوتوروس. ما كذبش عليك اخي حامد، وحنا غاديين واش غنعاود لك، بزاف تسنا من الشوك لقينا واد يعني. المهم تكرفصنا واحد، المهم تقريبا علينا ما نشوفو الضو، كانت مازال لي واحد 10 كيلومتر. المهم تكرفصنا ديال بصح يعني غير ديك 10 كيلومتر بقينا غاديين غير وسط الاراضي، وكل الارض اللي كتلقاها يعني فازقه. المهم تكرفصنا ديال بصح صافي. بحال اللي قلتي كان عندنا واحد النور، واحد الهدف داك الطريق، دوك الطوموبيلات حنا كانوا كيبان لنا بحال اللي شي حاجه يعني، بحال الجنه، بحال شي خصنا نوصلو تما صافي. بقينا غاديين 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 حتى وصلنا لتما، وصلنا لديك لوطور صافي. مع وصلنا لوطور حنا نعسو حتى الطريق صافي، نعسنا حتى الطريق ما بحال اللي حسينا بواحد الامان. تخيل معايا يا حماده في لوطوروش وفي الجهه الثالثه يعني في المسار الثالث يعني في الخارجه ديك بيس، يعني كنا معرضين للخطر، اي واحد يقدر يدوز علينا بكاميونات يقدر. ولكن صافي حنا ما كانش كيهمنا، ما كانش كيهمنا صافي. نحن في ذلك الوقت الموت ما كتبقاش تديها فيها، ما كتبقاش تخاف منها اصلا. مهم اخي حمادة صافي، بقاو كيدوزو الطوموبيلات كيعيطو للبوليس، كيعيطو للبوليس تقريبا واحد المدة ديال تلت ساعة. وهي جاو عندنا البوليس، ما بوليس ديال سلوفينيا، وقفوا علينا كدا شنو كديرو هنايا وهادي وهادي صافي. شدونا داونا البوليس، داونا عندهم تما عاوتاني تكرفي سقطة وقلبو كيحيدو لك حوايج. المهم بزاف ديال البلانز، ولكن داكشي حنا صافي كنا موالفينو صافي. عاوتاني نفس الفيلم كيشدوك تاني كيرجعوك لكرواتيا، كرواتيا عاوتاني كترجعك للبوسنة. المهم رجعنا للبوسنة مسخسخين، مشينا دوشنا عاوتاني كيف العادة، تسرحنا شوية، نعسنا. في العشية خرجنا للقهوة عاوتاني في البوسنة في واحد الفيلاج. باش نقول لك البوسنة هي الدولة الوحيدة اللي كنا اللي كانت ما كترجعش اللاجئين، يعني كنتي كتدخل لها العاصمة ديالها ما كيعاودوش يرجعوك. المهم صافي حنا مشينا، بقينا كنقلبو علاش حنا دابا ديك البلاصة اللي كانوا شدونا فيها البوليس عرفنا سميتها. المهم مشينا لذاك الفيلاج اللي شدونا فيها البوليس، دخلنا الجي بي اس وبقينا كنرجعوا مع ديك الطريق اللي مشينا منها حتى رجعنا لديك القريه. المهم ديك القريه هكذا كتبنا سميتها هكذا في اليوتيوب وكذا، وبقينا كنكتبنا ديك سميت ديك القريه تما وشنو كان وقع تما. يعني كانت ديك القريه كانت في ايام الحرب، ديك الحرب اللي كانت بين كرواتيا وبوسنا، يعني كاع دوك الدول روسيا صربيا مونتينيغرو صافي. فحال اللي قلتي ديك الحرب، اصلا حنا فاش كنا تما كنا لاحظنا القرطاس في مضروب في الحيط، فهمت يعني. ما من بعد بقينا كنسقسينا واحد الامام تما في البوسنه، مع البوسنه يعني كلهم مسلمين وكل اللي كيهضر العربيه. وداك الامام كنا سقسينا، كنا راه شنو وقع لينا. ما بقى كيعاود بزاف القصص باللي راه كانوا كيهجموا هكا على قريه كيقتلوها. المهم هذه هي القصة ديالي أخي حمادة.